خلاص لمباراته الجايه فيها يوم السبت اللي بعد الجاي مع فريق سان داونز على ارضه في جنوب افريقيا. وقرر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب تكليف طارق قنديل عضو مجلس الاداره برئاسه بعثه الفريق في جنوب افريقيا لقاء سان داونز ان شاء الله ضمن فعاليات الجوله الرابعه من دور المجموعات لدوري الابطال. وطبعا هيكون عندنا في افريقيا مباراه يوم السبت اللي جاي ده، وهي المباراه المؤجله للاهلي مع فريق القطن الكاميروني هنا في القاهرة، فإن شاء الله نقدر نفوز هنا ونفوز في ماتش سان داونز يوم السبت اللي بعده علشان نصعد من دور المجموعات إن شاء الله. يعني إن شاء الله أميرة يمكن زي ما بتقولي المباراتين دول كده يعدوا على خير ونخرج بالستة بونت منهم ونكسب يا رب بإذن الله. نروح بقى ليه